هذه المنطقة هذه كتبعد على مدينة بني على مدينة بني ملال تقريبا 106 كيلومتر، كتبعد على الزلال 120 كيلومتر، وجات في واحد الموقع الجغرافي اللي هو الوسط ما بين ثلاثة ديال الأقاليم، إقليم بني ملال وإقليم الزلال وإقليم ميدلت. وكتعتبر هذه المنطقة هذه من المناطق اللي كتعرف الشدة ديال الحرارة البرودة، يعني كيكون البرد فيها بزاف في هذه الأشهر هذه، وكيلقاو السكان ديال المنطقة هذه صعوبات في التدفئة، يعني منين البلاصة منين كيجيبوا الحطب بعيدة عليهم تقريبا بشي 25 كيلومتر، كيمشيو وكيديو البهايم باش يجيبوا الحطب. كتنوض مع الصباح تقريبا مع ديك الجوية ديال الستة، كتمشي كترجع مع ديك الجوية الجوج ولا الثلاثة ديال النهار باش تجيب الحطب باش تدفى، حيت التدفئة هي كل شيء. أهم حاجة في الحياة ديال الإنسان في هذه المنطقة هذه هي التدفئة، حيت تقدر تصبر على بزاف ديال الحوايج وما تصبرش على البرد، وبزاف ديال الحوايج كيوقعوا هنايا بسبب البرد، شحال من واحد مرض بسبب البرد. يعني المناخ ديال المنطقة هذه يعني جبل كيرتفع تقريبا بشي 2000 درجة على سطح البحر، توصل درجة الحرارة تقريبا للناقص، كاين بعض الأحيان كتوصل لناقص 6، يعني هو كل شيء الحطب، هو كل شيء، يعني كيخليك ما تشريش البوطه، ما تشريش بزاف ديال الحوايج، حيت هو الماده الاساسيه في الحياه ديال هاد الناس هادو، كنستعملوا الحطب باش ما نشريوش البوطه، حيت البوطه دابا راه غاليه، منها تدفئه، منها تطيب بيه، منها بزاف ديال الحوايج، ديروا بزاف ديال الحوايج، هو حيت هو ماده اساسيه في الحياه ديال هاد الناس اللي كيسكنوا هاد المناطق هادو. ما كاينش شي واحد اللي كيشري الحطب، حيت الا عندك الا كاين عندك الجهد باش تمشي تجيبو كتمشي تجيبو، ما عندكش الجهد باش تمشي تجيبو راه غادي تبقى البرد، غتبقى عرضة للبرد، كيكون البرد بزاف والناس كيمرضوا بالبرد، يعني الا جيتي عاوتاني تبحت في داك الشيء راه غتلقى الناس ماتوا بسبب البرد، حيت شحال من واحد مات بالروماتيزم امراض ديال البرد، ما يمشي حاجة كيخليها لك البرد كتمرض بها وكتصدق متي بسبب هذا البرد. العافية هي كل شيء بالنسبة للروتين اليومي، كتفيق الصباح كتشعل عافية، الغداء كتشعل عافية، ملي تبغي تنعس عاوتاني خصك دير العافية، المهم العافية هي المادة الأساسية في الحياة ديال هذه المناطق ديال هذه السكان ديال المناطق هذه. بالنسبة للجامعة ديال بوتفرتة راه هي كتستورد الأموال من هادشي ديال الغابات والحطب، راه كتدخل الفلوس بزاف ولكن ما دارتش حتى شي حاجة بالنسبة للمواطنين، خاصة المواطن دير لهم شي برامج باش يستافدوا من هاد التدفئة هادي، دير لهم شي حل، راه بزاف ديال الحلول اللي كاينين، غير الواحد خص يبرمج لهادشي هذا، بالنسبة للمسؤولين خصهم يبرمجوا لهاد المشكل هذا باش حتى الناس يلقاو شوية ديال المساعدة، حتى المواطنين يلقاو شوية ديال المساعدة من طرف المسؤولين.